وارتفعت الأسعار ديالها، وأولها الماكينة ديال القهوة أو العصارة، الآلة اللي كتعتبر هي المحور الأساسي في أي مقهى. باش نعرفوا هالتحولات قصدنا محل البيع تجهيزات. الماكينة القهوة حتى هي الى سوبي بليزيور ترانسفورماسيون. كانت من الماكينة ديال القهوة عادية بسيطة ولات متطورة باليد، اللي تطورت ولات سمي اوتوماتيك، اللي ولات من بعد اوتوماتيك. ولاو القهاوي دابا الماكينه ديال القهوه كانت اللي كانت كتسوى قبل 20000 درهم ولات دابا 60000 درهم. الماكينه ديال القهوه اوتوماتيك كتعطيك القهوه مزيانه، وكتعطيك كتعطيك سميتو في المنطق ديالها تبدل ثلاثه ديال المرات، تضاعف سعر العصاره ديال القهوه. معطى خلانا نعاود نسولو هاد التاجر على التكلفة اللي كيطلبها تجهيز المقهى، سيما أنه في موقع العارف بخبايا الأمور. القهوة كانت قبل كيمكن تجهز له مثلا ب 50000 درهم، اليوم كتبدا من 150000 درهم إلى 500000 درهم. هي التجهيزات، التجهيزات اللي كتاخذ التجهيزات ديال صنع القهوة وتل الموبيلي، الكراسة والكراسي والطوابل واللي فيهم تهما نوع أنواع كثيرة نشوفهم هنا الفوق. الكراسة كانوا صنع غير محلي، كان نصبهم كيسوا تقريبا 180 درهم، إلى طوروا ولينا كنستوردهم من الصين ومن إيطاليا. مثلا هذا ديال الصين كيسوى مثلا 600 درهم، اللي ما بقاش حتى هو كيواكب العصر، تحولوا ولاو كل عام كاين تجديد، كاين تجديد في 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 الموديلات ايطاليه مثلا بحال هادو ديزاين ايطاليا، ديزاين ايطاليا والاثمنه مختلفه كثير. بحال دابا هذا كيسوى 1800 درهم، الى واحد صيني كيسوى 800 درهم، الفرق كاين. ولو ديزاين حتى هو تبدل اليوم، ولينا كل عام كاين موديل جديد جديد. الموديل ديال هذا العام ماشي هو الموديل ديال العام اللي قبل منهم، والاثمنه مختلفه كتختلف كثير. توصلنا للكراسة مثلا هذا كيسوى تقريبا 2500 درهم للكرسي، من 180 درهم حتى 2500 درهم للكرسي الواحد فقط. اختلاف الأسعار هو في الواقع اختلاف بين المقاهي والتنافس بينها من حيث نوعية التجهيزات والديكور الخارجي. نفس الشيء بالنسبة للطاولات، الطبلة مثلا ديال الصين كتسوى 200 درهم، والطبلة ديال البرتغال كتسوى 600 درهم، فرق من واحد مضروبة في ثلاثة، ثلاثة الفرق. المقاهي اللي كي يكونوا مثلا في سونتر فيل و تيكونوا مجهزين بكراسة ذو جودة عالية، والمقاهي اللي مثلا في أحياء نقول شعبية تيكونوا بكاليتي ناقصة شي شوية. قطاع المقاهي إذن صبح كيمارس جاذبية كبيرة على فئة من المستثمرين لعدد من الأسباب، والاستثمارات كتقدر بالملايين بل والملايير. الغاية هي التميز وجذب أكبر عدد ممكن من الزبناء. عدم المخاطرة كتعني ربح مضمون، وهو أهم سبب معلن كيخلي الناس تستثمر في قطاع المقاهي بالملايين بل والملايير. بالمقابل شنو هو السبب اللي كيخلي الناس يمشيوا للمقهى اللي ما بقاتش فقط فضاء لتناول المشروب بل أصبحت لها وظائف متعددة كما غادي نتابعوا؟ المقهى وبعد الاستثمارات اللي شفنا في الجزء الأول كتصبح فضاء اجتماعي بامتياز، ليه وظائف عديدة، فضاء له رواد أوفياء وآخرون موسميون أو عابرون. أغلب المقاهي كتفتح في الساعات الأولى من الصباح طبعا، هذه دابا الساعة السادسة صباحا، وحنا الآن في واحدة من المقاهي بعين السبع في الدار البيضاء. زبون من رواد الدائمين تعود ياخذ فطوره هنا
قبل ما يمشي للخدمة. أنا كنجي من بورنازي، كتكون الطريق عامرة الصباح، كنجي بكري، كنجي كنفطر كنقرا الجورنال، تتصل ديك 8 النهار وكنمشي بشوية ديال الخدمة. كتكون الطريق منا خاوية في الصباح بكري، كتجي ترونكيل في الطريق، كتصل 7 وصافي ما كيولي مع المبوطياج ديال الطريق، ما كتقدرش ما درت دوز الطريق. فوا كنفطر الدار، إلا كانوا الدراري كانوا في المدرسة كنفطر معاهم، نوصلهم للمدرسة باش كنجي للعمل ديالي. القهوة كنخليها حتى الماء، إلا ما كانوش كيقراو كنجي الصباح نفطر ونقرا الجورنا كيبقى عليا ونمشي للخدمة ديالي. عادات بل وطقوس يومية، تناول الفطور وقراءة الجريدة، عادات جعلت من المرور المقهى لحظة ضرورية في حياة بعض الناس. كاين جوج قهوة، كاين قهوة ديال الصباح وقهوة ديال مورا الغدا. وارفو العشية وارفو ما كان ما كان شربتش أحس بخير يعني خلال الناشو ها هو الفطور ديالي هو خبز الفرماج وزيت العود وقهوة ديالي تال ديك العشرة ونص الحداش ونشرب القهوة ديالي العادية وعاوتاني كاين قهوة عاوتاني مورا الغدا كاين دو كافي بارجو القهوة هي غالولف كي لابلي بار ديالو كيقول لك انا ما نقدرش غير نريح في قهوه كيخرج من الخدمه يمشي للدار ولكن اللي مولف خصو ضروري ديك القهوه ديالو خصو يشربها باش يمشي للدار ضروري ولو تكون عنده كاع القطريصه في الدار ماشي بحال القهوه ديال كتكون لومبيونس مع الدراري مع بارفو كيكون ماتش ديال الباصا الريال الظروف وهذه كي اللي مولف هذه عاده كي اللي ما عندوش العاده. المقهى اذن هي اكثر من فضاء لتناول مشروب وإنما مكان لحمولة اجتماعية فيه كيتم اللقاء بالأصدقاء وقضاء لحظات بعيدا عن فضاءة العمل أو البيت. سولنا هاد الزبون على شحال كتكلفوا القهوة يوميا. كتكلفك واحد 30 درهم في النهار شي اللي ها ايوا ميزاني اللي ما بغاش يمشي برك في دارو احنا من بكري هنا بحالك ولفنا بحالك صافي دابا واحد 20 عام ولا 23 عام وحنا بحالك ما شربتش قهوة بحال اللي كتخصك شي حاجة. 30 درهم يوميا عند هذا الزبون أي 900 درهم في الشهر مصروف يمكن يكون كبر عند زبناء آخرين. بقينا في منطقة عين السبع بالدار البيضاء وسولنا نادل في إحدى المقاهي على نوعية الزبناء اللي كيجوا في الصباح وخاصة العدد ديالهم. النوع ديال الناس اللي كتخدم حي الصناعي شركات وصافي والناس كاينين الناس عاوتاني باساجي عاديين كيجيو كيتقهوا والجيران صافي السكان اللي ساكنين هنا تقريبا شحال من عدد ديال الناس تقريبا 60 حتى 70 واحد في الصباح كتقهوا هنا اللهم عندنا 2 3 4 5 6 لحد عاوتاني كتكون القضية شوية خفيفة ماشي بحال الأيامات العادية. تصريح كيبين باللي ارتياد المقهى ولا سلوك يومي عند الزبناء ومرتبط بوتيرة الحياة العملية، يعني أن الإقبال على المقهى كيمشي حسب أيام العمل والعطل. من عين السبع انتقلنا المقهى بشارع جوج مارس ودائما بالدار البيضاء. هنا الزبناء المداومون من فئة خاصة. دابا رجعت للقهوة الناس كيجيو كيجيو كيديروا فيها لي زافير ديالهم كي كل واحد كيل تيجيو العائلات كيجيو باش يفطروا على برا مابقاش الناس يبغيو يجلسوا في الدار كيبغيو يخرجوا يبدلوا شي الجو والقهوة شحال ما استثمرتي شحال ما كتقدر تجيب لك الكليان كثر حتى الناس عيوا من ديك لا روتين ديال الدار خدمه الدار. بونجور ما نقدرش نحسب لك داكشي تبارك الله. المقهى هي فضاء لكل الفئات. احمد متقاعد هذه سنوات وهو من الزبناء المداومين على هذا المقهى. عدم وجود نوادي مختصة في هذا مثلا هذا المقهى بالذات تلتقوا فيها المهندسين المعماريين شركات البناء أصحاب الإدارة اللي كتكون فيها أنه ملتقى والأهمية هو إمكانية وجود مرأب للسيارات
نمر بها من طريق السيارة لقضاء الحاجيات الصبح خاصة، أنه الإنسان تيتلقى ديك من الساعات يقضي المسائل ديالو الغرض ديالو ويمشي للأمل العمل ديالو أو أشغاله الأخرى. أحمد بحال باقي الزبناء اللي مداومين على مقهى محدد، كتولي الطلبات ديالهم معروفة عند النادل. أكثر من ذلك كتحول المقهى بالنسبة لهم إلى فضاء لربط علاقات اجتماعية وصداقات جديدة. ممكن بلاد مهمة كيعرف كل الطلبات كل واحد، ساعات تكون بعض التغيرات ولكن بعضهم الأحيان تيكونوا عارفين الزبناء المداومين لهذا المقهى، تيكون معروف. تيقول لك زعما كالعادة، تيقول لك أستاذ كالعادة، دابا تيعرف أنه كالعادة، تيعرف شنو الطلب ديالك. هذه من بين المميزات أنك الإنسان تيكون معروف فواحد النطاق ديال الناس مجتمعين. إلا كان لكل مقهى الزبناء ديالها، فجميع المقاهي كتشابه من حيث الأيام اللي كيكون فيها إقبال الزبناء كبير. كيجيو عندنا لي كوبل بزاف، وهذا لونطوراج هنايا عندنا متى الناس كيجيو العائلة دي بون فامي، وصراحة داكشي اللي كيعجب الناس هو قهوة وعصير. وبالنسبة للعشية كاين الكوتي وهذا لي كغيب لي فورميل ديال العشية. بالنسبة للويكاند وهذا كيكونوا مضاعف العدد أكثر، وبالنسبة لليامات العادية كل نهار وكيفاش تقريبا نقدر نقول لك 200 بيرسون 250 على حسب. أغلب زبناء المقاهي كما سبق ذكرنا هما المداومون. محمد والصديق ديالو الحسن من فئة الزبناء الموسميين أو اللي كيجيو حسب الظروف، عندهم مشروع في حد السوالم واختاروا المقهى مكان لقاء لدراسة المشروع وكل ما كيرتبط بالعمل. احنا عندنا مشروع هنا في حد السوالم، وتنجيو للدار البيضاء لانه ما تلقاوش بحال هاد الفضاءات اللي ترتاحوا فيها نفسيا، لان المحيط ديال القهوه تيخرج ليه الواحد باش يبدل تقلب على الراحه النفسيه ديالو اكثر من الناس. القهوه ولات عباره عن فضاء اللي تيتناقش فيه بزاف المواضيع، تجارية، سياسية، اقتصادية، عائلية، كل شيء تلقى الناس يخرجوا من الدار، تخرجوا من المعمل، تخرجوا من البيرو، تخرجوا من الشركة، تيجيوا للقهوة تلقوا فيها واحد الراحة النفسية ديالهم اللي تخليهم تعبروا عن داك الشيء اللي تحسوا به في الداخل ديالهم. محمد كيعتبر باللي المقهى صبحات كتقوم بالوظيفة ديال مكتب العمل. في حالة محمد شحال هي التكلفة أو المصروف اللي كيخسروا يوميا؟ غالبا المغاربة يخسروا دابا اونفيرون 20 درهم 60 درهم في القهوة في النهار. إذا تنقولوا بأن الإنسان يجلس ثلاثة المرات يشرب ثلاثة القهوة ب 10 درهم هي 50 درهم. هذه هي المويان عند أي مغربي دابا، لأن اتخذت ثقافة القهوة ولات الناس تيكونسوميو الكافي بواحد الشكل كبير، وتيرتاحوا فيها اكثر من تيرتاحوا في الاماكن ديال العمل ديالهم. مثلا كيجي عندك كي كانت لا فامي كتبغي تناقش معاه ولا حاجه، كيفضل تجي انت ويا للقهوه وتتهضروا باش يكونوا في الدار مع الدرجه ديال الاولاد وداك الشيء. وحتى المشاكل الشخصيه مثلا كتهضر مع شي شخص انفراديه، يعني باش كتقول لي كاع نجي عندك للبيرو ولا نجي عندك للدار، تيقد يكون شي مشكل ما كيديكش تناقشوا معاه، لان يقد يدخل شي واحد اللي كتعزلوا واحد الكافي وكتريحوا فيه كتقد توصلوا واحد القناعه في النقاش. اما المسائل ديال المقاهي كل واحد على حسب المستوى ديالو، كاين اللي كيلقاها وكاين اللي كيقول لك هو عاديه على حسب انه كيكون ملهم بداك الشيء ديال الرياضه والكره وداك الشيء، كيمشي باش يتفرج، كيمشي يتفرج مثلا في الكره في شاشه كبيره ويتفرج على خارطرو وكيعيش واحد الحماس مع صحابه بحال هكا اكثر من الدار. يعني من الدار يقدر يقضي مثلا في الكره يقضي يدير شي انفعالات في القهوه حدا، اما حدا ولادو يقضي بان صغير الا دار شي انفعال، تديك الحركه ديال هي باش راجل كبير اللي دارها في القهوه مع صحابو تيولي روت عادي، ما كيجي حدا ولادو صغار ما يديرش ديك لا رياكسيون، وكيبقى النيفو ديالو واش ماشي قهوه غاليه ولا صغيره. اذا حاليا القهوه دابا ولات اساس مهم، كاين الانسان اللي كيشرب 5 القهوة في النهار وما كيتغداش، كرشو ما كياكلش. اه تمام. كيدوزها بقهاوي. لي زانفيستيسمون اللي تحطوا في القهاوي ولاو يضاهدون الاستثمارات اللي تتخسر على شركات اللي فيها الانتاجيه اكثر، لان تسمع قهوه بمليار او بجوج المليار وشي حاجه استثمارات. علاش؟ بحال اللي كنا تنسمعوا على من قبل استثمارات الفنادق اللي سياحيه، ولات هذه الاستثمارات ولات تتخسر.
تتنفق على مقاهي باش تجبد الزبناء.